يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف جماعي؟ ما في اعتكاف جماعي، كل يعتكف لنفسه منفرد، ولا يعتكف ناس جماع يرتبطون جميع ويعتكفون جميع، هذا لا أصل له. إن كانوا يعتقدون أن هذا السنة فهو غير سنة. أما لو اعتكف اثنان أو ثلاثة في غرفة من غير اتفاق ومن غير تنظيم لا بأس، أما أنهم يعتقدون أن هذا سنة، الاعتكاف جماعة سنة، هذا غلط. لكن لو فعلوه لا يعتقدون أنه سنة، وإنما لأنه أرفق بهم وأحسن لهم، يؤنس بعضهم بعضا ويتعاونون، لا بأس.